السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم تسنيم حمدي مذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية، وهنا بتكلم معاكم براحتي. النهارده هتكلم عن موضوع المساكنة اللي بدأ يروج ليه في الوسط الفني والإعلامي الفترة الأخيرة. قبل ما أبدأ معاكم كلام، قوموا هاتوا حاجة سخنة ولا ساقعة روقوا بيها نفسكم، ويلا بينا نبتدي. بدأنا نسمع في الفترة الأخيرة عن موضوع المساكنة، كل شوية حد جديد يطلع يتكلم عن موضوع المساكنة. بكل بساطة بيستبدلوا مصطلح الزنا لمصطلح المساكنة عشان يعني ما يجرحوش مشاعرهم، لكن المساكنة هي الزنا قولا واحدا، وده مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إيه الحكاية بقى؟ واحد من الفنانين طلع في لقاء تلفزيوني وقال ان المساكنة هي الحل عشان نقلل نسب الطلاق اللي موجودة دلوقتي في المجتمع المصري. طبعا اول دعوات الزنا كانت من الفنانة اللبنانية، وبرده تحت المسمى اللطيف بتاع اسم المساكنة، الفنانة اللي بتروج للفجور في المجتمع اللبناني، واسمحوا لي اقول عليها الزنا وخلي الامور تسمى بمسمياتها الصحيحة. فكرة المساكنة بتقوم ان انت كواحدة ست تروحي تعيشي مع راجل مفيش بينكم عقد جواز ولا اي حاجة شرعية او قانونية، وبعدين تعملوا مع بعض علاقة جنسية كاملة، وتصحي الصبح تروحي شغلك وتشوفي مصالحك وتقابل اصحابك، وبعد فترة تتقابلوا تاني وتعملوا علاقة جنسية تاني، وانتوا برضو لسه مفيش بينكم اي حاجة شرعية او قانونية، وبعد كده تقرروا مع بعض ان كان الموضوع بينكم لطيف وجميل وحلو تكملوا مع بعض وتتجوزوا، ان ما كانش لطيف وكان بايخ يبقى كل واحد يروح لحاله، وتعملوا نفس الحدوتة سالفة الذكر دي مع حد تاني. ولو هبعد الدين عن الموضوع، ولو ان الدين مينفعش يجتزأ ولا يطلع من حياتنا في اي شريعة من الشرايع، تعالوا كده نحسبها بالعقل، بكل المقاييس انت الخسرانة. ليه؟ لانه هيزعق منك بعد فترة وهيروح يغيرك ويجيب واحدة تانية، وحضرتك هتبقي فرز تاني. ده زمان كانوا بيتباهوا بالست الشريفة، لدرجة ان صحابية قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: او تزني الحرة يا رسول الله؟ اما الراجل فهفن بقى، هيعمل مساكنة مع طوب الارض وانتي ما هتبقي مجرد حالة في حياته وتتركني على جنب. شفتوا يا جماعة احنا وصلنا لفين؟ شفتوا الفجور والفسق ازاي بيتغير من زنا لمساكنة؟ وبالمناسبة الموضوع ده بيحصل في مصر بقاله فترة، بس على الهادي كده، مش منتشر قوي بس موجود، وخصوصا تخيلوا في المناطق الشعبية، تلاقي راجل وواحدة ست رايحين ياخدوا شقة والمؤجر بيديها لهم عادي خالص، بيفتكرهم متجوزين، وتفضل هي قاعدة في الشقة ويجي لها مرتين في الأسبوع ولا حاجة وقت ما مزاجه يجي، لكن مع أول خناقة بينهم يكتشف الملعوب. أصل يا جماعة الحرام ما بيدومش. ومن هنا أحب أوجه كلامي لكل حد عنده عقار وبيأجره لحد، خلوا بالكم يا جماعة، اطلبوا صحة العقد بين اي اتنين جايين يأجروا الشقة، حقكم، بدل ما يضحك عليكم وتبقوا مسخة وسط الناس بعد كده بعد ما كل حاجة تتكشف وتبان. وللأسف المساكنة في لبنان منتشرة بشكل كبير لكن في السر، وده خبر من صحيفة النهار اللبنانية بتقول الموضوع، ومستنكرين تقريبا انها في السر. وفي الأردن كمان الموضوع بدأ ينتشر وياخد منحنى متصاعد، وده مش كلامي ده كلامهم، حسبي الله ونعم الوكيل. عايزين نعلنها انها منكر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وطول ما فينا نفس هنفضل نقول ان المساكنة زنا وحرام، وهنفضل نقف على كل حاجة حرام وغلط علشان نطرد الافكار الملعونة دي من دماغ الناس. وبالمناسبة دي مش اول حاجة حرام تطلع، فاكرين ايام السنجل مادر؟ يا ترى جابت نتيجة؟ برضو المجتمعات ما قبلتهاش، ان شاء الله هتفشلوا زي ما اللي قبلكم فشلوا. صدقوني يا جماعة، عمر ما كان الزنا والتحايل على الشرع باسم المساكنة بيخلي المجتمعات تتقدم لقدام ابدا. عايزين تاخدوا من الغرب التقدم الحقيقي، خدوا منه التقدم التكنولوجي، خدوا منه التقدم العلمي، خدوا منه خدمته للمواطنين في المستشفيات والتعليم الحكومي اللي بجد. ربنا سبحانه وتعالى وضع قوانين ربانية بتحمي المجتمعات البشرية وبتحط لها سياج عشان تحافظ على قوام المجتمع وعلى عماده، والأسرة هي عماد المجتمع. اللعب والنخر كل شوية في اللي يخص الأسرة مش هيودي مجتمعاتنا الخير أبدا، بالعكس هيوديها لتردي. وليه حاجة تعملي إيه في العيل اللي ممكن يجيلك بسبب المساكنة؟ حتى لو واخدة احتياطاتك، ما هو وارد يحصل غلط، هترجعي انتي برضو بطولك اللي تلفي للعيل وتشوفي مصاريفه ومستشفياته وتعليمه ومشاكله ومسؤوليته التربوية لوحدك. الدين أكرم المرأة وحطها في مكانة عالية وغالية، حطلك مهر وخلالك ولي، وخلى الراجل ده قيم عليكي يقوم بمسؤوليتك ويرعاكي ويحميكي ويصرف عليكي، تبقي في كنفه وفي ظله تحت حمايته بذمتكم. من دلوقتي بالقوانين ولا المسميات اللي عمالين يعملوها بيظلم المرأة وبيضطهدها وبياخد من حقها، ده جزء بسيط من اللي بيحصل في المجتمع بسبب بعده عن الدين. ونتمنى من الإعلام انه يختار المواضيع اللي بيتكلم فيها،
لان كتر التكرار عليها حتى لو كانت قيمه سلبيه بيؤدي لانتشارها في النهايه. وزي ما بيقولوا الزن على الودان امر من السحر. علموا ولادكم وربوهم على الحلال والحرام، على القيم والمبادئ، فتحوا مخهم على الدين والقيم والحق وبس. خلص فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو جديد وترند جديد، وان شاء الله يكون خير.